همزة الوصل التي جيء بها لتسهيل النطق بالساكن لها حركتان، الكسر والضم. الكسر إذا كان ثالث، هي تعدها واحد، مثلا تعد اضرب الهمزة واحد والضاء اثنين، الضاد اثنين والراء ثلاثة، إذا كان الراء مكسورة هي شو بتكون؟ مكسورة. وأنت إذا تضم إذا كان الثالث مضموما شو تقول؟ اكتب اخرج، شو بتكون؟ مضمومة. متى تفتح همزة الوصل؟ مع أل فقط. شو السر؟ لأن أصلها همزة قطع، أصلها همزة قطع وسكنت للتخفيف لكثرة الاستعمال. شكي إذا لما انفردت عن بقية همزات الوصل عندها خاصية خاصة ولا ما عندهاش خاصية؟ لأنها عندها أصالة. همزة الوصل هذه ليس لها أصالة، وإنما هي همزة مجتلبة لتسهيل النطق بالساكن، ولكن هذه كان أصلها الفتح وخففت. يما لما تحرك بالفتح مش هذا هو أصلها في الحركة ولا لا؟ لأن ال مثل هل مثل بل مثل غيرها من الحروف التي تبدأ بالأول المتحرك بالفتح. ومما يدل على أصالتها أن همزة الوصل في اضرب وكذا تحذف، وهمزة ألا تحذف. أو نعطيك مثال، قال الله تعالى اصطفى البنات على، شو أصلها؟ اصطفى، دخلت عليه الهمزة، حذفت همزة الوصل وحذفت إيش؟ وصارت الأولانية همزة استفهام. لكن ترى دخلها على أن الذكرين الله خير، موجودة ولا مش موجودة؟ لماذا لم تحذف؟ قال لك لأنها ليس شأنها شأن همزات الوصل، وهذه عندها أصالة في الوجود وأصالة في الفتح، ولذلك خالفت.